Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh karena aku nih anti dan Nah seperti biasa ya, aku harap macam mana. Muka-muka, konco-konco, gak posen bosan ngurungok aku ngaji, lah muka-muka bacaan -muka, Al-Quran iki bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang selalu ngasih dukungan, ngasih support di channel saya, dan yang selalu nonton video saya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberi kesehatan, beri kelancaran rezeki, Lancar segala urusannya, amin. Ya Robbal Alamin. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel saya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Sekarang kita lanjut belajar ngaji lagi, ya teman-teman. Ya, semoga kita semua mendapatkan berkah barokahnya dalam membaca Al-Quran. Amin, ya Robbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفاشا حلائق وأنابا وكوائب أطرابا وقزا دهاقا لا يسمعون فيها لوا ولا قذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه هطابا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يوم ينظر المرء ما قدمت جداء ويقول الكافر يا ليتني يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والناس عاد ورقان والناس قاط تسطان والسابحات سبحان فالسابقات سبقا والمقبرات أمران يوم ترجف الراجفات تبدأها تبضع الراتفات قلوب يومئذ الواجفات أبصارها خاسئات يقولون إن لمردودون في الحافرات أيذا كنا عظاما ناحرات قالوا تلك إذا قَرَّةٌ خاسرات فإنما هي هزة الواحدات فإذا هم بِالسَّاخِرَاتِ هل أذاك حديث موسى إذ ناضاه ربه بالواد المقدس دوان اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتحسى فأراخ الآية الكبرى فقل وعشى ثم عنبر يسعى فحشر الفناذى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذهم الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن, لمن يشاء أأنتم أسد خلقا أم الشماء بناها رفع سبحها فسواها وعطش ليلها وأحرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرآها والزبال أرشاها متاعا لكم ولأنآمكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما شاء ويرسعد الجحيم لمن يراه وأما من طغى وآشر الحياة الدنيا وإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونحى النفس ونحى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرشاها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يأشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبشوا إلا سيئة أو دحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يسكى أو يذكر فتنفاه الذكرى أما من, أم من استعنا وأنت له تصدى وما عليك ألا على يسكى وأما من جاءك يسعى وهو يشعى وأنت أنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرها في صحف مقرمة مرفوعة مطهرة بعيده شفرات كرام برارات قتل الإنسان ما أَغْفَارَهُ من أي شيء حلقهُ من نفد حَلَقَهُ مقدرات ثم السبيل يسره ثم أماته فأصبره ثم إذا ساع أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينذر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم سققنا الأرض سقا وأنبتنا فيها حبا وعيني وقضينا وزيتون ودحلا وحدائق العلبة وفاقهة وأيام فتعلكم ولأنامكم فإذا جاءت الصحات يوم يفر المرعوم من أحيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ من منهم يومئذ شعن يؤني وجنوه يومئذ مشفرات ضاحكة مبتسرات ووجوه يومئذ عليها حيرات ترهقها فطرات أولئك هم القفرة الفجرات صدق الله العظيم Alhamdulillah, semoga bacaan Al-Quran ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye -bye.